الصخرة البرازيلية في صفوف الهلال ديغاو جاء حل الكثير من المشاكل الدفاعية في الخارطة الزرقاء في وقت ماضي، لكن هذا العام ديغاو يعني مش ديغاو العام الفائت. خلونا نشوف. لا أدري كيف سأبدأ وكيف سأنتهي، لأنني وبكل بساطة سأتحدث عن الوحش البرازيلي ديغاو الذي أتى للزعيم من فلومينز البرازيلي بدون هالة إعلامية كبيرة. واثق الخطى يمشي ملكا، هكذا كان ديغاو ملكا واثقا مع كتيبة الملوك. ولد نجما بصفات قائد جسيم يزرع الثقة والطمأنينة داخل نفوس اللاعبين. بنيته الجسمانية رائعة وفكر كروي هائل وروح وحماس ملفت. أخلص للشعار الأزرق فعزف أجمل الألحان ورسم لوحة من الإبداع والفن الكروي. من مباراة لمباراة ثم يثبت للجميع أنه أحد الركائز المهمة التي يعتمد عليها الزعيم. ديغاو، الاسم الذي لطالما ردده جمهور الهلال، الاسم الذي لطالما أدخل السرور والبهجة في نفوس الهلاليين. بغيابه يفرح المنافسين، وبعودته تعود الحياة لعشاقه. ديغاو الذي جعل من القتالية والفدائية أحد عناوينه، تغير حاله هذا الموسم فلم يعد كما كان. تصرفات غير مسؤولة وغير مألوفة، وانخفاض كبير في المستوى، وأداء باهت جعلته يتعرض لعقوبتين منها محلية وآسيوية. ليتساءل الجميع، ما الذي جرى لضابط إيقاع الدفاع؟ وما الذي غير حاله؟ فهل هي نهاية بطل أبدع وأمتع؟ أم للمغامرة بقية؟